هل سمعت وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصوت الوحي؟ أي نعم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم صوت الوحي، وكان الصحابة يسمعون للوحي صوت عندما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون للوحي صوت عند رأس النبي. وفي هذه القصة عائشة رضي الله عنها اختفت، وصار في المدينة فوضى وفتنة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت عن الكلام. وبالما نبلش في القصة، لا تنسى انك تدعمنا حتى ننشر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. قصة حساسة جدا، قصة تتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، وحساسة إلى يومنا هذا، لأن هناك بعض الناس يستغلون هذه القصة للطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته وعرضه. وفي يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلق، وانتصر النبي وأسر الكثير من المشركين، وتم تصفية الباقي كلهم، وسبيت نساءهم، وحصلت فتنة كبيرة بسبب أحد المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ويعتبر عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وقوم هذه الفتنة بين الأنصار والمهاجرين. وكل شيء قاله ابن سلول وصل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق زيد بن الأرقم رضي الله عنه، فأنكر أبي بن سلول وقال لزيد: شيك على أذنك إذا كنت صماء أم لا، لأنه كل اللي حكيته غلط وهذا الشيء أنا ما قلته. وجحد كل اللي قاله زيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى المدينة دون راحة. ومشى النبي مع أم المؤمنين عائشة وأم سلمة والجيش كامل ومعهم السبايا، ومشوا بالليل والنهار دون راحة، وكانت زوجات النبي كل واحدة على بعير، فوق البعير خيمة صغيرة، فوق البعير تسمى هودج. ومشوا حتى تعب الجيش تعب شديد، وأصبح الجيش مرهق جدا، وأول ما توقف الجيش للراحة نام الأنصار والمهاجرين من التعب. وفي وسط الليل إذ بمنادي ينادي بالجيش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكملة المسير، وقام كل واحد منهم يقضي حاجته قبل الانطلاق، وكان ممن قام يقضي حاجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونزلت من الهودج وراحت تقضي حاجتها ورجعت للهودج، ولكن اكتشفت أنها فقدت قلادتها، وكانت هذه القلادة هدية من أم عائشة رضي الله عنها، وكانت غالية على قلب عائشة رضي الله عنها. المهم رفع الصحابة هودج عائشة ومشى الجيش كامل، ومشوا بالصحراء وتعمقوا فيها، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين يظهر عليه التعب ويبدأ جبينه بيتعرق، وبدأ النبي يسمع صوت مثل صلصلة الجرس وضرب الحديد، وكان هذا الصوت صوت الوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة القريبين من النبي يسمعون صوتا مثل دوي النحل، وهذا ما أخبر عنه عمر بن الخطاب بأن النبي عندما ينزل عليه الوحي يسمع عند وجهه ورأسه دوي كدوي النحل، وإلا بناقة النبي تنزل رقبتها للأرض، وإلا بالنبي يمسك أذن زيد بن الأرقم الذي أخبره بكلام عبد الله بن أبي، ويرفع أذنها إلى السماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك. لأن عبد الله بن سلول أنكر كلام زيد كله، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بصدق زيد، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففضح الله عبد الله بن أبي بأنه رأس المنافقين، وما بقي شيء ليصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان النبي يمسك ببعير زوجاته، مر ببعير أم سلمة ومر ببعير عائشة، وبالطريق انصدموا برياح شديدة، عاصفة رملية وكانت شديدة جدا. وبعد ما انتهت العاصفة إلا بناقة النبي التي تسمى القصواء ما هي موجودة أبدا.
وناقة النبي تعتبر من أسرع النياق، فبدأ المسلمون يبحثون عن الناقة في كل اتجاه. فخرج 3 من الأنصار وكان معهم واحد اسمه زيد ابن اللصيت، وكان زيد مشكوك في أمره وهم يدورون. قال زيد للصحابة اللي معاه: ليش عم يدورون؟ أفلا يخبره الله عن ناقته؟ فانصدم الصحابة بكلامه وكأنه من المنافقين. فقال الصحابة: إيش عم تحكي أنت؟ أنت انجنيت كأنك منافق، قاتلك الله يا عدو الله. وأقبل عليه واحد من الصحابة وقال له: والله لا أعلم هل يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلتي هذه، كان أدخلت الرمح في بطنك وأخرجت من الجهة الثانية، وليش خرجت معنا يا عدو الله؟ وليش خرجت معنا وهذا اللي في نفسك؟ فقال له: خرجت لأطلب من عرض الدنيا، ومحمد يخبرنا بأعظم من ذلك، يخبرنا بأمر الجنة والنار، وألا يخبره الله سبحانه وتعالى بأمر ناقته؟ فطالع الصحابة لبعض وقاموا ضربوه، فحاول الهرب وحاول إلى أن هرب منهم، فقالوا: والله لا نسلك معك سبيلا يا عدو الله، ولا يضلنا وإياك ظلا أبدا. فهرب منهم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بالرسول. فوق أنك منافق وتحتمي بالنبي، ولكن انصدم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله، وقال: ألا يخبره الله بمكانها؟ ألا يخبره الله بمكانها؟ فلعمري إن محمد يخبرنا بأعظم من شأن الناقة. فنقل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجل بالنص أمامه، وأكمل النبي قوله: ولا يعلم الغيب إلا الله، وإن الله تعالى قد أخبرني بمكانها، وإنها بهذا الشعب بمقابلكم، وتعلق زمامها بشجرة. فذهب الصحابة للشعب، وفعليا لقوا الناقة وزمامها معلق بشجرة، ورجعوا بالناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وانصدم هذا المنافق بما رأى، فانطلق إلى الصحابة اللي كانوا معه واستحلفهم: هل أخبر أحد منهم النبي بما قال؟ فقالوا له، فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.